مؤخرا خلال ساعات خلال يومين أعلن السيد وزير المالية على نظام جديد هيتم تطبيقه على جميع العاملين في الحكومة والقطاع الخاص حسب فهمي المتواضع. هذا النظام بيقول إن احنا هنتعامل مش بالكروت اللي احنا بطاقة المرتبات اللي في ايدك، ده بيتكلم على حاجة تاني خالص اسمها بطاقة أو كارت ميزة. ده بيقول لك كمان انت هتاخد مميزات. مميزات ايه؟ بيقول لك انت ممكن تاخد 30% من مرتبك لمدة 6 شهور. يعني انت عارف عادة ان انت كنت بتعدي ليه على المدير المالي تقول له بقول لك ايه، العربية عايز اغير ليها فردتين كاوتش، الايجار مكسور عليا، اديني 2000 جنيه، يقول لك لا مفيش، الخزنة لا تسمح، روح هات لي موافقة جوز خالتك، عارف الكلام اللي انت عارفه ده. لا هو بيقول لك ولا تحرج نفسك، اضرب الكارت ميزة ده هيدي لك 30% من مرتبك لمدة 6 شهور. طب هيديهم لي لوجه الله ولا هياخد عليهم فايدة؟ طب بالنسبة للبطاقة بتاعة الكارت اللي انا بصرف بقى المرتبات حاليا هيبقى اخبارها ايه؟ طيب سيبك من ده كله، انا واخد قروض بكروت الفيزا الائتمانية دي، دي هتتلغي هي كمان؟ انا معرفش. تعالوا نروح ليه اهل العلم، دكتور حمدي حامد رئيس وحدة التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية. مساء الخير دكتور حمدي. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك وبالسادة المشاهدين. اولا اشرح لي وللسادة المشاهدين يعني ايه كارت ميزة، لماذا ظهر، ايه المميزات اللي هتعود عليا، امتى هيتم تطبيقه، كل ما يعني تريد ان تقوله قوله حتى يعلم السادة المشاهدين. عظيم، وانا ارجو ان يتسع الوقت يا باشا معاك، ان احنا نقدر يعني نوضح ده للسادة المشاهدين. انت بتتكلم في فلوس فاحنا معاك يعني. عظيم جدا. خلينا نوضح من البداية يا فندم ان ما اعلن من وزارة المالية في بيان رسمي صادر عنها من يومين هو ان وزارة المالية بصدد استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين لدى الدولة، ليس لنا علاقة اطلاقا بالعاملين بالقطاع الخاص. يبقى اول حاجة ده العاملين بالحكومة بس. بالضبط. وايه قصة صرف مستحقات العاملين بالدولة؟ يعني زي ما حضراتكم عارفين ان وزارة المالية بنهاية نوفمبر 2017 طبقت منظومة الدفع الالكتروني الحكومي بشكل كامل. وخلينا نوضح يعني حتة كمان زيادة، يعني لا انا عايز اتوقف، هل معنى كده ان الخمسة مليون موظف وعامل في الحكومة ما بيصرفوش مرتباتهم من الصراف، كله بيصرف كارت؟ منذ نهاية نوفمبر 2017. نعم. يعني دي نقطة واجبة التوضيح لان هي الاساس اللي بناء عليها نكمل ايضاح الخبر الصادر عن وزارة المالية. نعم. فمن نهاية نوفمبر 2017 ووفقا للمنظومة اللي طبقتها وزارة المالية كل الموظفين البالغ عددهم ما يقرب من 5 مليون سواء في جهاز إداري أو في هيئات خدمية أو اقتصادية أو في إدارة محلية معاه بطاقة حصل عليها من جهة الإدارية بالمجان، حصل عليها بالمجان. معايا يا فندم؟ معاك. وبيقوم بعملية سحب مستحقاته أو الحصول على مستحقاته من خلال هذه البطاقة من خلال البنك اللي متعاقد مع جهته الإدارية، وإحنا مشترك معنا في هذه المنظومة 9 بنوك من العاملين بالقطاع المصرفي. حضرتك بتكلمنا على الوضع الحالي اللي أنا بصرف فيه المرتب كموظف حكومة ولا على على الوضع الحالي؟ طيب الوضع الحالي يا فندم اللي بتصرف فيه اللي بيصرف بيه كل موظفي. طيب هننقل بقى للوضع اللي أنت هتتكلم عنه. الوضع الجديد ما أعلن عن وزارة المالية هو إن وزارة المالية بالاشتراك مع القطاع المصرفي بتقوم باستبدال البطاقة اللي كانت مع الموظفين ببطاقة جديدة. هذه البطاقة بتحمل شعار الشبكة الوطنية ميزة، ودي شبكة مصرية وطنية انشئت وفقا لتوجهات المجلس القومي للمدفوعات وقراراته الصادرة عنه بإنشاء شبكة مدفوعات وطنية. فأصبحت احنا بنبدل البطاقات اللي موجودة بحوزة الموظفين ببطاقات جديدة بتحمل شعار الشبكة الوطنية ميزة وبتحمل مجموعة من المميزات الجديدة وأعلى مستوى تكنولوجي في التعامل في
في مجال البطاقات الإلكترونية. مين بيصدر هذه البطاقة؟ وزارة المالية ولا البنك المركزي؟ البنك يعني مش وزارة المالية، وزارة المالية يعني مشترك معنا في تطبيق هذه المنظومة 9 بنوك من العاملين بالقطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد. كل جهة إدارية متعاقدة مع بنك من هؤلاء 9 بنوك أو مع الهيئة القومية للبريد. طيب أنا كموظف حكومي معايا كارت بتاع الصرف دلوقتي، هدي لمين ويديني كارت الجديد بتاع ميزة؟ الموظف قاعد في جهة الإدارية مكانه، جهة الإدارية متعاقدة مع بنك. تمام؟ احنا حطينا قواعد واجراءات الاحلال والاستبدال بالاتفاق مع الجهات الاداريه والبنوك. تمام؟ فانت الموظف مش هيتحمل اي عبء انه يدور البطاقه تيجي منين، هو هيستلمها من خلال جهته الاداريه. طيب الكلام ده هيبدا من امتى؟ احنا ابتدينا مرحله تجريبيه اولى، وبدايه 1/10 ابتدينا مرحله تجريبيه ثانيه. كان يهمنا في المرحلتين دول ان احنا نرصد اي تحديات واي معوقات في عمليه الاحلال والاستبدال واستخدام البطاقات الجديده. تمام؟ فور الانتهاء من تطبيق المرحله التجريبيه الثانيه هتبتدي ننطلق في استبدال كل البطاقات اللي في حوزه الموظفين، وننتهي خلال عام من الاعلان عن بدء الاستبدال. طيب انا هستفيد ايه كموظف؟ انا ماليش دعوه انت هتستفيد ايه كحكومه. يعني خليني الاول يعني هل مديني يعني مميزات أتحفظ يعني على الجمله اتحفظ على الجمله، لان احنا في النهايه يعني ما يعود على الوطن هو في صالح المواطن، وفي النهايه الدوله في توجهها لانها تحسن الخدمات والمميزات اللي بيحصل عليها كافه المواطنين. بس خليني اجمالا اقول لحضرتك ايه اللي بيعود على المواطن على الموظف بشكل مباشر. نعم. نمره واحد، ان البطاقه دي اصبحت بطاقة ذات شريحة ذكية، فأصبحت المعاملات المالية مؤمنة بمستوى تأمين عالي جدا. ثاني حاجة، إن الموظف يقدر يستخدمها في سداد قيمة مشترياته على نقاط البيع اللي موجودة في المتاجر والمحلات، يعني يقدر يشتري بيها بالبطاقة ويسدد باستخدام البطاقة، مش في حاجة إنه يشيل كاش معاه. ثاني حاجة، إن زي ما حضرتك عارف وزارة المالية بتطبق منظومة للتحصيل الإلكتروني الحكومي، ووفرنا ماكينات تحصيل الكتروني في كافه المصالح الحكوميه، فبالتالي يمكن للموظف لو رايح يحصل على خدمه في اي جهه، بيرخص عربيته، بيدفع مخالفات العربيه، بيدفع مصاريف ولاده في الجامعه، يستخدم البطاقه في سداد هذه المستحقات الحكوميه. يقدر يستخدمها في الشراء اونلاين عبر الانترنت. هذه البطاقه زي ما وضحت حضرتك بطاقة بتحمل أعلى مستوى تكنولوجي، يعني هي البطاقة دي كونتاكتلس أو لا تلامسية. طب كلمني على تسليف الموظف 30% من مرتبه لمدة 6 شهور. عظيم. الميزة دي باختصار إن الموظف بعد ما يسحب الراتب بتاعه ممكن يستفيد بقيمة الراتب بتاعه، قيمة ثلث الراتب بتاعه بشكل مقدم في شكل مشتريات وليس في صورة سحب نقدي. يعني هذه الميزة مرتبطة بشرط ان استخدامك او استفادتك بقيمة ثلث الراتب تكون في شكل مشتريات الكترونية وليس في صورة سحب نقدي. والميزة دي بتقدم مجانا لمدة 6 شهور. لحظة، هتاخدوا عليها فايدة؟ هناخد بعد الست شهور هناخد فايدة عليها تتراوح ما بين 1 و1.25% تقريبا في المية. تمام؟ فخليني اوضح لحضرتك ان اولا الميزة دي بتتوقف على طلب الموظف، ان الموظف يكون محتاج انه يستفيد بالميزه دي فيطلبها. ثاني حاجه، ان هي مجانا لمده 6 شهور، واللي حضرتك بتستفيد بيه بشكل مقدما في الشهر الحالي بيخصم بالكامل في راتب الشهر التالي. يعني انا بسيب لك فتره سماح شهر، لما ينزل المرتب بتاعك في الشهر التالي بستقطع منه ما تم صرفه بشكل مقدم. هتوقف امامك لحظه، حضرتك بعد 6 شهور لو انا سحبت تلت الراتب هتاخد، ده بعد 6 شهور هتاخد فايده 1 ل1.25%، صح كده؟ مظبوط. طيب مظبوط يا فندم. انا بقى كموظف برضه حكومي معايا فيزا ائتمانيه من البنك بيقول لي اسحب الفلوس اللي انت عايزها في الفيزا، لو دفعتها خلال 55 يوم مش هتدفع فايدة. فازاي انت تاخد فايدة بقى؟ بص يا فندم، احنا حضرتك عارف ان دلوقتي في قانون صدر اسمه قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. هذا القانون
صدرت لائحته التنفيذيه في 7/9/2020، يعني حوالي من ازيد من شهر تقريبا. هذا القانون هو اول تنظيم تشريعي يهيئ البيئه التشريعيه لاحداث طفره في مجال المعاملات الماليه غير النقديه. هذا القانون بيخاطب القطاع العام والخاص، ما بيخاطبش فقط بس انت الحكومة. قلت لي ميزه هتبقى للعاملين بالحكومه مش هتعملوها. اكمل لحضرتك. هذا التشريع هو اللي بينظم عمليه المعاملات الماليه غير النقديه في المجتمع باثره بشقي القطاع العام والخاص، مظبوط كده؟ فانا في توجهي لان انا اقدم بعض الحوافز الايجابيه اللي اشجع الناس على انها تتحول لاستخدام الوسائل الدفع غير النقدي في حياتها. هذا القانون قدم في المادة الستة منه في اللائحة التنفيذية مجموعة من الحوافز والمميزات، من ضمنها ان انا اطبق برامج النقاط والمكافآت العينية والمالية، ان انا ممكن اربي لك جزء من المبلغ اللي انت سددته بالوسيلة غير النقدية او بالوسيلة الالكترونية. فبالتالي منظومة التحصيل الالكتروني الحكومي ارتقت ان في حدود التعامل مع موازنة الدولة، لان احنا خلي بالك انا مش قطاع مصرفي، انا مش بقدم خدمات تانية وبحصل على ربح، انا جهة لا تهدف الى الربح، انا جهة بصرف مستحقات عاملين من خزانة عامة، تمام؟ والصرف المقدم ده بيترتب عليه فقدان لفرص بديلة. صحيح، مظبوط كده ولا ايه؟ طيب لحظة، بالتالي انا شفت ان انا اللي اقدر اقدمه من حوافز ايجابية تساعد على تغيير ثقافة المواطن أصدرته في صورة هذه الميزة وليست في محل مقارنة إطلاقا. طيب، بما يقدم من القطاع المصرفي مع عميله. خلي طيب. خلي بال حضرتك أوضح نقطة. أي بطاقة مصرفية بتحصل عليها من البنك بتحصل عليها بفلوس. أي حساب بتفتحه بتدفع عنه مصاريف ربع سنة. أي معاملة يعني في دايما رايح داخل بتدفع للبنك المواطن. إنما عندك منظومتي يا فندم أنت بتحصل على الكارت مجانا. طيب. بتستخدمه على مكنة البنك اللي جهتك متعاقدة معاه مجانا، بتقوم بالاستعلام مجانا. طيب خليك واقف مجانا بس، اقف مجانا شوية، هقول لك كام سؤال بس عايز إجابات قصيرة ما فيهاش استطراد. واحد، هل بطاقة ميزة دي هيتم تطبيقها مستقبلا على القطاع الخاص؟ هذا ليس في نطاق إشرافي خالص يا فندم، أنا منظومة تحصيل إلكتروني حكومي. طيب. انا مختص فيما يخص الحكومه، ما عنديش فكره عن السؤال الثاني. هل لما انا هسلم بطاقه الـ 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 المرتب بتاعتي واخد بطاقه ميزه، لو انا باخد عند كروت ائتمانيه هتتلغي ولا ساريه مع البنوك؟ يا فندم من حقك ان يكون لك بطاقات شخصيه وحسابات بنكيه شخصيه وتعاملات شخصيه مع القطاع المصرفي. طيب. ليس له علاقه بمنظومه الدفع الالكتروني. انا باخد مرتب من الحكومه وباخد حوافز وباخد ارباح، كله هصرفه في ميزه ولا الراتب الاساسي بس في ميزه؟ كله يا فندم على ميزه. كله على ميزه قولا واحدا. طيب انا بشكرك دكتور حمدي حامد رئيس وحده التحصيل والدفع الالكتروني بوزاره الماليه، شكرا جزيلا لحضرتك. اتمنى اكون نجحت في اجابه على اكبر عدد من الاسئله اللي عند حضراتكم.